من ضمن المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقنا، فإننا باسم السيد اللواء نضال أبو دخان وبتوجيهات من السيد العميد جمال أبو العز، فقد قمنا بتنظيم عمل يوم طبي في المركز النسوي بالشراكة مع أخوتنا في الدائرة الطبية وجمعية أصدقاء المريض وأطباء من مستشفى الدكتور ثابت ثابت، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شعبنا في ظل الظروف الحالية. كما نود أن نشكر أخوتنا في الخدمات الطبية العسكرية على الدور الذي قدموه ومشاركتهم معنا في الفعالية الحالية. من ثم من دور قيادة الأمن الوطني بقيادة اللواء نضال أبو دخان وحركتنا حركة من الجماهير حركة فتح اللي قامت على هذا النشاط، وإن شاء الله إنه ينجح. وبالنسبة لنا طبعا إحنا مقدم خدمة لأبناء شعبنا وأبناء مخيمنا، وأنت بتعرف قديش المخيمات بحاجة لهذه الأمور وقديش إنه الوضع الاقتصادي والضغوط اللي عليهم. خلال المركز النسوي وأخوتنا في اللجنة التنظيمية في مخيم نور شمس في حركة فتح سعوا في الشراكة لتشكيل مخيم طبي يساعد أهلنا في المخيم على تقديم ما أمكن من علاجات وما أمكن من أدوية للتخفيف حقيقة من معاناتهم، والتي تقتصر حقيقة على أنه الوضع العام بشكل عام أنه محدود الإمكانيات بالنسبة للعمل في الداخل المحتل أو بالنسبة حتى للوظائف أو إلى آخره. فالناس يعني منحاول قدر الإمكان من خلال الشراكة ومن خلال العمل مع إخوتنا إضافة في المؤسسات العامة والسلطة الوطنية الفلسطينية أنه نخفف قدر الإمكان من مشاكل أهلنا ومن معاناتهم حقيقة، لأنه حتى اليوم إحنا طبعا بنناشد إخوتنا الأطباء في التخفيف من كم فواتيرهم أو كم المدفوعات في موضوع العلاج للتخفيف عن كاهل المواطن، لأنه حقيقة اليوم الكشفيات الطبية بصراحة عالية بالنسبة لمواطن بتقاضى ممكن يوميته 70 أو 80 شيكل، بده يروح بلاقي حاله بده يدفع 100 أو 120 أو 70 أو 80 شيكل منهم كشفية لعلاج، وخاصة المزمنين منهم.